الو ايدن حبيبي، بعت لك رقم بهار برساله، حكيها اذا فيك. شوفي شو صاير لحتى تبعتي لي رقم بهار، ما فهمت. مشان حفله شركتنا. البنت فاضيه بهذا الوقت، حكيها واتفقوا على التفاصيل. اي تفاصيل؟ مشان تغني بالحفله يا روحي. البنت مغنيه، ما بتتذكر لما غنت ببيت مراد؟ ايدن ليش بتخططي وتتصرفي من عقلك بدون ما تساليني وتاخدي رايي؟ ليش لتتصرفي هيك؟ انت يلي قلت صوتك كتير حلو. لا ما بدي اياها، ما بدي تجي، بنحكي بعدين، عندي شغل. يلا تمام. شكله صاير شي بالشغل، والا ليش لا يعصب هالقد؟ يعني جن جنونه. بس ينذكر اسم بهار الكل بيجن. ايه استفلوا حبيبتي، ما دخلنا، المهم نحن قدمنا العرض تبعنا، برايي كانت فكره حلوه كتير. معك حق، أكيد البنت في وراها قصة. ليش تركت الشغل عند ياسمين يا ترى؟ أنت بتعرفي شي؟ بنوب؟ الله أعلم. يلا عن إذنك لازم مر ضروري على الشركة لشوف ابني، ما عم يتفاهم هو وبرلاس. خليني روح شوفهم، بدي حاول إنه طر الجو بيناتهم. تمام، وأنا رح روح كمان، عندي موعد بعد شوي. شكراً لأنك استنيتي معي. ولو لشو هالحكي؟ يلا بشوفك. لحساب لو سمحت. صلي ساعتين عم بستنى بغرفة الاجتماعات وما حدا شرف لهلا. سألت عن جدي قالوا لي طلع من زمان، والعم مراد أساساً مسائل على شيء، وفوق أنت عطيتني هدول التقارير السخيفة وصلي ساعتين قاعد عم دقق فيهم وطلعوا تقارير السنة الماضية. أنت شو عم تحاول تساوي؟ عم حاول اشتغل ابني، بس إذا بدك تفوت علي بهي الطريقة كيف رح اشتغل؟ اسلوبك هاد ما رح يتغير أبداً. ها؟ إذا مفكر حالك رح تفشلني بهي الطريقة فصدقني ما بيمشي الحال، لاقي لك طريقة تانية تنفع أكتر. والله هذا الحاضر ابني، وإذا مو عاجبك روح تسلم على رفقاتك، هيك الشغل بهالشركة. ماني رايح لمكان، وبرأيي لازم تدير بالك على حالك. ولد غبي. خالة فيليز، وين أمي؟ بالجنينة. ديرين، برأيي لا تضغطي عليها، نفسيتها تعبانة، خلينا نعطيها شوية وقت لحتى ترتاح. إيه؟ إيه بس برا الجو بارد. ما بظن إن حاسة بالبرد بنوب. أهلين يا خانم. أهلا وسهلا ستار يا خانم. شو قصدتي هديك الليلة؟ يلي حكيته واضح كتير، انت مستحيل تقدري تاخدي مكان ياسمين. لشو الضحك؟ لتكوني مفكرة مثلاً انه مراد رح يطلق ياسمين ويتزوجك. يا حلوة، هالنوع من الرجال بيتسلوا من الفترة للتانية، بس طبعاً بالنهاية بيرجعوا على بيوتهم ولولادهم لأنهم بحاجة عيلتهم، هن الأصل والأساس. أنت مجرد وحدة، كيف بدي أقولها؟
بلا قيمة. افهمي هالشي، انت عشيقة حبيبتي وللأسف رح تبقي هيك، فنصيحة مني إلك اسمعيني منيح. إذا ما بدك تبقي مرمية لحالك بالبيت وفوقها بحضنك ولد، بتحطي عقلك براسك وبتهدي. هاد مكان مو مناسب لتصيدي رجال يا حلوة، رح تطلعي خسرانة. لحالي وبحضني ولد، رح تشوفي لهالولد. أنا ماني أمي ستار يا خانم، كلياتكن رح تشوفوا، كلياتكن. بابا حبيبتي اصحك، تتأخر المساء. شو؟ بابا عم قلك ما تتأخر المساء. حأعمل أكل. أنتِ؟ رح ساوي لكم أكلات بتشهي، بس ما في حلو، إذا بتجيب معك أكلة حلو بيكون ممتاز. تمام بنتي تمام، رح جيب معي. تمام تمام، شوفك. باي باي. ألو ياسمين، مرحبا. تفضل مراد. من شوي دق ديرين، قالت لي اجي على العشاء وأصرت اجي، وأنا ما قلت اني حنام هون. ما عندي علم بهالشي. انت مو بالبيت؟ بلا بالبيت، بس يعني موضوع الأكل أنا ما لي علاقة فيه، مو أنا يلي زبطته أصلا. ما فكرت هيك ياسمين، انت منيحة؟ المساء لا تخلي البنات يحسوا بشي لو سمحت. تمام، طالما جاي على البيت رجاء خلينا نقعد ونحكي. بس انا ماني حابة احكي مراد، مو حابة احكي معك قدام البنات بهذا الموضوع نهائيا. ياسمين لا تصعبي القصة لو سمحتي. تمام نحكي بالبيت. اجى لعندي على المكتب وهددني. شو انا بشتغل عنده؟ انا بكون ابوه، ما في احترام ابدا. اذا انا ابوه مو قدران احكي معه كلمتين على بعضهم، شو شايفني ملطشه؟ شو رايك نطلع نتغدى مع مراد وياسمين؟ الله يخليكي لا تجيبي لي سيره مراد وياسمين، اصلا وضعهم مو منيح ومتخانقين. شو عرفك انهم متخانقين؟ اليوم بالباركينج ديا. اليوم شفتهم لما كانوا بالباركينج، كانوا عم يتخانقوا. لو شفتي مراد كان لونه مخطوف ووشه ما بيتفسر. بعدها ياسمين اجت وقالت حبيبي خلينا نروح نتغدى سوا، وقال لا انا ماني رايح معك لمكان. عملوا فضيحه قدام الكل هون، الكل شافه، ما بتتصدق. تمام، معناتها نحن لازم نجمعهم سوا، حتى خلينا نقول لروحي وإذن. يعني نحن مضطرين على طول نروح كلياتنا سوا. تمام، مراد وياسمين اوكي، الاثنين بالراح معهم بتحملهم، أما خوري وإيدن بلاها لو سمحتي. حاجة تنادي خوري حبيبي، هيك إيدن بتتضايق. صدقيني ما بتحملها لإيدن، بتضلها تحكي، لسانها ما بيفوت لحلقة، بتسأل على كل موضوع، إيه ما بتسكت. لا مانك معقول بارلاس، لا تحكي هيك، والله شخصيتها مهضومة. مهضومة؟ ولا زرة هضامة. غريب والله. فضيحة كبيرة اللي صارت، فضيحة كبيرة. فضحوا حالهم قدام الكل. إيه. قلت خليني جيبهم معي احتياط،
أهلين. دقيقة، بلش ولا تبلشي؟ بلش. تفضلي. الصبح تصرفت بلا تفكير، معك حق. يعني مزبوط، أنت كان عندك مسؤوليات، بعتذر كتير. وأنت معك حق، كان لازم خبرك، وأنا بعتذر. بهار، مزعوج إني حطيتك بموقف سخيف. صدقيني كان بدي أقعد معها مشان نحكي وأشرح لها كل شي بيننا، وطالعك وطالعها وطالع الكل من هذا الوضع السخيف اللي وقعنا فيه. أنا وعدتك صح، بس ما قدرت أحكي مع ياسمين بنوب. ليش؟ لأنه ياسمين ما بدها تحكي قدام الأولاد. غريب كتير، ما بعرف، بركي ياسمين عم تتحجج بالولاد من شان ما تحكوا بهالموضوع، أو يمكن هي عم تتغاضى عن الموضوع وتتجاهل كل اللي صار. يمكن هالشي سخيف، بس يمكن معك حق، ما بعرف. ليكي بهار، أنا دائما كنت صريح وواضح معك، بتعرفي، وهلأ رح كون هيك. أنا قبل ما أقعد مع ياسمين ونتفاهم ونحل الموضوع، ما بدي نشوف بعضنا، يعني نحنا شوفتنا لبعض مانا صح. ما بدي يكون عم خون مرتي، ولا بدي حطك بهيك موقف ما بيهون علي. صدقيني بهار، عم تفهميني؟ شكراً إلك. ليكي، هذا الشيء اللي بيني وبينك حلو كتير، وأنا ما بدي إياه ينتهي أبداً، بس بهالشكل نحنا ما فينا نستمر. ما بدي تنكسري أو تزعلي، ما بدي أي حدا منكم ينجرح أو يزعل. بعرف أنت إنسان طيب. شو مراد؟ أنا معي وقت كتير، فيني استنى. رح أشتقلك مثل المجنونة، بس مع هيك رح استنى، وبعدين رح يصير يلي بدي إياه. أنا حقشتك بقى، مو مصدق؟ معناها بالأول رح أحكي مع ياسمين وحل كل شي، تمام؟ برجع بقلك، مو هدفي إني خون مرتي أبداً أو حطك بموقف محرج، أنا ما بقبل هالشي، تمام؟ تمام، مثل ما قلت لك رح أستناك. لو سمحت ما بدي إياك تضايق حالك بسببي، ماشي؟ حلو، على القليلة في حدا بهالدنيا عم يسمع كلامي وعم يفهم علي، هالشي عن جد بيفرحني كتير. والله برد كتير برا. حساوي لك كاسة شاي مامي، ايه؟ بتدفيكي شوي. بتحبوا ساعدكن بشي؟ لا امي، انتي تعالي تعالي عدي هون، ريحي حالك شوي واشربي الشاي على رواق. أنا ما عم بقدر أتحمل هاي المرة. من شوي كان هون، لوين راح؟ مرحبا، شو وين كنت؟ كنت عم ودع رفيقي. أهلا وسهلا. أهلا فيك مراد. خير؟ شو في؟
نحن قررنا نروح بكرة نتعشى كلياتنا سوا، ما بدنا أعذار بنوب. بس ياسمين عندها علم؟ خليني أسألها، بركي كان عندها شي ستارية. لا مستحيل، قررنا ومشي الحال. بارلاس رح ياخدنا على مكان كتير حلو، مو حياتي؟ ايه حجزت بمكان مرتب، وبالزور لقدرت أخذ حجز، مضطرين نروح، ما في اعتراض. شكرا كتير يا خانم، أنا ما حبيت ضايقك لهيك ما قلت لك من الأول، يعني ولو كانت مسحة لازم يكون عندك علم. منيح يلي خبرتيني، أنا حكيت مع أخصائية نفسية ورح حاول إقناعها تروح. ياسمين خانم ما تزعلي رجاءا. كل شي بياخد العقل. عن جد مامي؟ طبعاً. بس صوص السلطة ما طلع مثل اللي بتعملي، ورجيني. بس كتير طيب، حتى إنه أطيب مني اللي بعمله. عن جد عم أحكي، شو حطيتي بقلبه لصير ساوي مثلك؟ حطيت ترخون. أمي أنا بعتذر منك كتير. وأنا بعتذر كتير ديرين، بعرف أني عم أضغط عليك. أنا تجاوزت حدودي، بس صدقيني ما كان قصدي أني أجرحك أبدا. أنا هالفترة ما كنت على بعضي، بس بوعدك أنه هالشي ما رح يتكرر أبداً، صدقيني ماما. أنا يلي بعتذر منك حبيبة قلبي، أنا يلي لازم أعتذر لك، ما كان لازم أضغط عليك بنوب، بس كنت خايفة يصير لك شي حبيبتي. ديرين أنا حكيت دكتورة نفسية. لا أمي الله يخليكي لا. كرمالي خلينا نروح لو سمحتي، بترجاكي بركي هالشي فادك. مو قلتي عندك مشكلة؟ أمي أنا منيحة، عن جد منيحة. تمام، لكن خلينا نروح ونطمن من الدكتورة ونرجع، بترجاكي. لا ما في داعي بنو. ديرين هديك الأدوية أنت ما ورجيتيني ياهن من قبل، ليش؟ لأنه كنت بعرف أنه رح نوصل لهون. أمي عرفتي ليه؟ ماما أنت عم تكبري الموضوع، بس عم قلك أنا منيحة صدقيني. ديرين أنت مانك خايفة من الروحة على الدكتورة صح؟ لا طبعاً لا. طيب تمام منروح، بس صدقيني هالشي تضييع وقت. ويكون أنا عندي وقت كتير، رايحة أشوف أختك. ما حتساعديني بالأكل؟ لا قلتي حتحضري كل شي لحالك، وكمان استعجلي شوي، أبوكي شوي وبيكون هون. يا ربي أوف يا أمي. أوف يا ربي. يا بنات لسه هلأ جيت من الشغل، معقول عم تشغلوني؟ بس أنا اللي حضرت الأكل كله بابا حبيبي. وأنا كنت عم ألعب. برافو عليكي بنوتي الحلوة، برافو شطورة. جبت هي معي، ما عاد في شي بالمطبخ. تمام ماما. والمي نسيت الخبز، رح جيبه واجي. بنتي في مناسبة لهذا العشاء؟ يعني بالحقيقة في. أعطيني لحط لك سلطة، لأني نزعت لكم ليلتكم مبارح وخليتكم تقلقوا علي. عم أعتذر. طيب شكراً كتير ماما. بدك سلطة؟ بس ما تقلقوا أبداً، أنا رح أعوض لكم هاليوم فوراً، ورح زبط لكم إجازة حلوة بالعطلة. بكفي حبيبتي. لا ما في داعي، حاجتي هيك قلبي ما رح يتحمل ليلة تانية، بعدين أنا اشتقت لكم كتير.
بابا لوين؟ رح يجيني إيميل من الشركة، رح شوفه وإجي. تمام؟ طيب. مرتي حبيبتي اللي شاطرة بكل شيء، شو عملتينا؟ طابخين أنجينار حياتي. يا سلام. أبوكي وين؟ راح. لا تأكل من الجاط رجاء. طيب اسكبيلي. لو سمحتي اسكبيله. ونور هون؟ لا، على الأغلب هو متضايق منك كتير هالمرة. شو هالحكي؟ ليش أنا شو عملت له؟ لسه ما فاس من البيضة وعم يقل الأدب معي. عم يتصرف معي وكأنه هو المدير، شو مفكر حاله؟ تمام، فيك تروحي، نحنا منسكب. انتبه على كلامك، ما بيصير تحكي هيك عن ابنك بهي الطريقة قدام الموظفين بارلاس. سيتار، وانت كمان لا تخلي خلقي يطلع عليكم، ابنك هذا بده. هالشغلات بتصير بين الأب وابنه بارلاس حبيبي، لا تكبر الموضوع هالقد. ما كبر الموضوع، أنا اللي عم كبره هلأ. أنا عم باكل يا روحي. قولي هالكلام لابنك اللي ما أجع الأكل، مو قولي رجاءا. أنت عم تضغط عليه كتير بارلاس، وبتعرف قديه هو بيهمه لبابا، بينبسط بس يشوفكم متفاهمين. ها هينيني أكتر، يلا صغريني أكتر. برافو. لوين؟ أنا طالع. والأكل؟ ما عاد إلي نفس سيتاريا، صديت نفسي. إيه والأنجينار؟ أنجينار شو يا؟ بارلاس؟ رح نتأخر هيك. ما رح يصير شي حياتي، خبرتهم إنه نحن علقانين بالزحمة، رح ينتظروا نص ساعة بس. لا لسه بدنا أكتر من نص ساعة، مستحيل نلحق نوصل. خير صاير شي معك؟ لا، ليش يعني؟ ما بعرف، اليوم عصبت علي وما فهمت ليش، يعني عم عذب حالي لحتى تكون حفلتكم مو ناقصة أي شي. حبيت ضيف لمستي، كل اللي بدي إياه إني ساعدكم، ولما أنت صرت تصرخ فجأة ما عاد فهمت شي. بس يعني اللي عملتيه مانو مساعدة أيضاً، حطيتيني تحت الأمر الواقع. كان فيكي تسأليني قبل ما تتصلي فيها. بعدين أنا ما بحب حدا يتدخل بشغلي بنوب، أنت بتعرفي. وهديك البنت ما راح تناسب شركتنا وما خرجت تغني بهي الحفلة. وليش بالله؟ مو أنت قلت لي إنه صوتها عجبك كتير؟ ليك خبرني شوفي. قلت لك هالبنت ما أنا قد المقام، حاطط ببالي مغني وراح يكون كتير مناسب. فتحت، تمام، اتصلي فورا، قولي له نحن جايين. تفضلي. تفضل بابي. يسلموا حبيبة قلبي، عزبتي حالك. خدوا راحتكن اليوم، أنا رح نيم إيجا. شكلها نهاية العالم. الله يسامحك بابا حبيبي، أنا على طول بدللكن هيك. طبعا حبيبتي، على طول أنت بتدللينا، يسلموا إيديكي. صحة وهنا. يلا رايحة نيمة لإيجا وبعدين ريح حالي، لأنه اليوم هلكت من التعب والله. إيه شو تحكي، أمك ما بتقعد بنوب. أمي ما في مثلها أصلاً. حبيبتي حبك كتير ماما. وأنا كمان. يلا لكان تصبحوا على خير. وأنت بخير. تصبح خير. ياسمين يا ريت تضلي، خلينا نقعد نحكي. مراد، كم مرة صرت قايلت لك بوجود البنات بالبيت ما بدي أحكي، لو سمحت تفهمني وأجلها لبعدين. إيه بس نحنا لازم نحكي، مجبورين. مالنا مجبورين نعمل شي، أنت قلت لي هالكلام، مو مجبورين نعمل شي بنوب. ياسمين، نحنا ليش ما فينا نقعد ونحكي؟ ليش ما بدك تعرفي الحقيقة؟ ليش ما بدك تعرفي شو صار؟ ها؟
ليش ما بدك تعرفي؟ ليكي، ما فينا نحل هالمشكلة إذا ما قعدنا وحكينا باللي صار رجاءً. يلي صار؟ إيه؟ أنا مو قدراني أفكر بشي مراد، من قلقي وخوفي على بنتي ديرين أبداً مو قدراني أشغل بالي بيلي صار بيناتنا. ما تواخذني. ديرين شبه ليش؟ ياسمين البنت بعدها صبية. هي حاولت تنتحر مراد. شو تعمل أكتر يعني لحتى تقدر تلفت لك انتباهك؟ رجعتي تبالغي ياسمين، حاجة تبالغي. عم بالغ؟ تعرف شي عن الأدوية مراد؟ الأدوية اللي بغرفة ديرين؟ أي أدوية؟ هذا اللي عم أحكي عنه مراد. لو تحاول تفهمني قبل ما تتهمني، حاول إنك تسمعني شوي، بركي منقدر نلاقي حل. يا ريت، ما بتلوميني على شغلات أنت ما بتعرفيها، كنا على القليلة قدرنا نحكي ونلاقي حل. طيب، رح خبرك إذا هيك. أخذت موعد عن الدكتورة مشان أتأكد إذا كنت أنا عم بالغ بالموضوع ولا لا. تمام، على الأقل أنا عم حاول مراد، عم حاول. يعني أنا ما عم حاول؟ إذا أجيت بكرة معنا على الدكتورة بتكون ساعتها اقتنعت بالموضوع. يلي عم نسوي سخافة، ديرين ما فيها شي. مو انت قلت اذا كنا ما عم نشوف يلي عم يصير ما فينا نعتبره مو موجود؟ ما رح اتخانق معك، بعرف انك عم تحاولي تستفزيني بس ما رح تنجحي. استفزاز شو؟ انا ما عم حاول اعمل هيك. شو عم تقول انت؟ عطول كل شي بقلك يا بتمسكي علي ما امسكه، بس يجي الوقت المناسب تستخدمي ضدي فورا. ياسمين ما تصرخ. لكن لا تستفزيني مشان ما صرخ. ممكن تمسك أعصابك وحاج تعيط لو سمحت؟ إيه بستخدمه ضدك لكان. بس خليني ذكرك، بالأول أنت اللي قلت هاي الجملة مو أنا. أنا ما قلت هالكلام لأستخدمه ضدك ياسمين، عم أحكي لك شو حاسس. يعني دائماً أنت يلي بتقوله بيجوز ويلي بقوله أنا ما بيجوز؟ ما نحن ليه ما منتفاهم برأيك ياسمين؟ لأنك بتعيط طول الوقت ودائما أنت يلي على حق وأنا يلي على طول غلطانة بنظرك، لهيك ما عم نتفاهم. طيب تمام تمام، أنا رايح، رح ريحك. روح. لو سمحتوا بقدر أحكي معكم؟ هلأ؟ إيه، ما في مجال؟ يلا. تمام تفضل. أنا شايفة إنكم متوترين، ما في داعي للتوتر. أنا بحب أني اجتمع مع الناس القراب من مراجعيني الجداد وخصوصي الأهل والأصدقاء، وبما أني التقيت فيكم بس حاب أتعرف عليكم شوي. فهمت، تفضلي. قدي صار لكم متزوجين؟ 20 سنة. بهنيكم. أنا حكيت شي بيضحك؟ يعني حضرتك باركتي لنا وكأننا ناجحين أو شي. الحقيقة ياسمين كانت ناجحة مشان ما أظلمها. بأي موضوع؟ بكل موضوع، وخصوصاً بموضوع الزواج، يعني معلمة فيه. تعرف كيف الواحد لازم يتصرف، شو لازم وشو ما لازم ينعمل، ما بيصعب عليها شي بنوب. هذا هو، مثل عادتك، ما بيهمك أي شيء، كلامك هاد واستهزائك فيني بكل بساطة، وهلأ بتقلي ما بتقصد فيني يا سيئة. بس أنا كنت عم أمزح ياسمين، ما تواخذيني، ما قدرت أنجح، ما قدرت ليق فيكي. أنا
اللي انت عن جد هذا اللي بدك يا مراد؟ خلصنا حاج بقى. ليش انت من امتى بيهمك شو بدي؟ بالله بيهمك؟ لا بنوب، لانه كل شيء لازم يصير مثل ما بدك انت، واذا ما صار كل شيء مثل ما بدك بيصير مشكله. كلنا لازم نكون مثل ما بدك انت. ها ولما منخالفك شو بيصير؟ بتهربي وبتبعدين عنك فورا وبتعاقبينا وما بقى بتقدمين لنا شيء. ياسمين نحن طبعا منكون عم نموت من الوجع، وانتي بكل دم بارد بتكوني عم تتفرجي علينا بلا احساس، وكمان ابدا ما بتسامحي ابدا. انا صرت ظالمه لاني ما عم ورجيكن وجعي. تمام، خليني اقول لك، انا بعتذر منك لانك كنت كل مره كل سنه بعيد ميلادك كنت حضر لك حفله كبيره واهتم بالتفاصيل بس لتكون مبسوط، بدل ما تحكي من ورايي، وبدل ما تروح لعند رفقاتك وتحكي علي، كان فيك بكل بساطة تجي تقلي ما بدي. ما كان فيك تعمل هذا الشي صح مراد؟ مليت من كلمة ما عاد في شي قوله ياسمين. انت مفكرني عم لومك بسبب مرض إيجا مو هيك؟ ايه معك حق، عم لومك، بس عملومك مشاني كمان، لأن هي الصغيرة يلي لازم نحميها ما قدرنا نحميها يا مراد. ما تؤاخذني، أنا ما عم بقدر سامح حالي على أخطائي، ماني مثلك، ما عم بقدر سامح حالي، كان حادث. شو نعمل؟ ما عم بقدر استوعب إنه بنتي رح تكمل حياتها مريضة، هذا الشي ما عم بتحمله أبداً. إذا أنا حسيت بشي ما بقدر أتحرك بدون ما أفكر فيكن، حتى لو توجعت بتحمل مشان ما تزعلوا أنتو، لهيك ممكن يبين إني عديمة المشاعر، بس صدقني أنا عم أتوجع كتير مراد، ندمانة كتير على الشغلات اللي ظلمتك فيها، ولحتى أقضي ليلة معك لحالنا رحت حضرت لك مفاجأة، أم فتحت لي الباب مع عشيقتك وأنت نص شالح. صدقني أنا موجوعة مراد، موجوعة كتير. بس بعدين وقت اللي شفت بنتي بهي الحالة هالوجع دفنته جواتي، وفوق هالشي أنت بتجي وبتحملني مسؤولية خيانتك. لومك إلي واتهامك إلي واستهزائك فيني، عفواً يلي عم تعمله مجرد مزح، ما هيك؟ أنا عم حاول أتحمل كل هاد، أحياناً بقول معقول معه حق، أوقات بقعد بفكر وبقول معقول هو كان مضطر يخوني لأني أنا إنسانة سيئة مثلاً. إيه مراد أنا عم أتوجع. بالإذن. عأساس كنت بدك نحكي مراد، عأساس لازم نحكي شو اللي صار. اسمعيني، برأيي ديرين منيحة كتير، بس يعني انتي وزوجك إذا بتحبوا فيكن تجوا لهون. تفضلي. عفوا. حبيبتي بابا ليش رح فجأة هيك؟ أنا سألته بس ما رد علي، كان عم يبكي كأنه عنده شغل لهيك اضطر يروح. أنت منيحة طيب؟ أنا منيحة حبيبتي. أمي سيارتك ليكي مقحوطة. شو؟ أمي سيارتك كلها مقحوطة، ليش ما خليتيهم يصلحوها؟ انت عن جد مو عبعضك،
لا أنا منيحة. يلا تعي نروح. لحظة، أمي أنا رايحة لعند بهار. تمام، شوفي. ولا شي، يلا بشوفك. شوفك. شو يلي صاير لها يا ربي؟ Gel de şey aşk, gel de şey.